النور قول يا محلي لحد النور ارض مصر مش هتفور ارض مصر مش هتفور صعب الارض سبالة صعب الارض سبالة والامارات ياخدها لي والامارات ياخدها لي هو احسن مني فيه هو احسن مني فيه بالنسبة للجريمة اللي حصلت في ارض مدينة السادات وتجريف الزراعات الفلاحين زرعوها بقالهم سنين بالعرق والكفاح والجد جه قرار من وزير الاسكان مؤجل من 2011 فاقوا ينفذوه دلوقتي بعد الفلاحين ما زرعت موز وزرعت بنجر سكر وعندنا زراعات تعاقديه تصديريه الارض اللي في السادات اللي اعتدى عليها وزاره الاسكان وقال ان الارض دي بتاعتهم ومعانا احنا طبعا مستندات بتثبت ان احنا رحنا وزاره الزراعه في اصالات ودافعين بالاصالات اهيت اصالات معتمده من وزاره الزراعه ان روح ازرع واحنا هنبعت لجنه عشان تقنن بعد ما رحنا وبعد ما صرفنا دم قلبنا حضرتك عشان نطلع ونثبت للدوله ان احنا جادين في الزراعه جت وزاره الاسكان خدت بال حضرتك وزالت كل اللي احنا عملناه من تحت لفوق من البير لحد الشارع حضرتك حرم واش حرم واش عندي الارض دي اتزالت علشان احنا بنزرعها احنا الارض دي بيقولوا عليها تبع وزاره الاسكان ولا مش تبع وزاره الاسكان هي تبع وزاره الزراعه والاساس على كده ان الارض دي فيها خط غاز طبيعي ما ينفعش يتبنى عليه وجنبنا ارض ملك شركه نايس جروب وارض ملك المستشار مدحت بدر وارض تبع علينا النحراوي 60 فدان لما اجي بقوه بجبروت التنفيذ وبالالات التجريف هو انا في اسرائيل ولا في تل ابيب يا جماعه عشان اللي يحصل الكلام ده فول يتجرب الفلاحين تزرع ازاي انا عندي 150 فدان قمح هتطلب سبله ب 200000 جنيه بعد الارض السمراء بتاعتي ورحت اشتريتها وكلفت نفسي بير ودقيت بير وجبت وطلعت وزرعت وبعد الزرعه ما بطلع 20 يوم ولا شهر بالمره ادي الوادر وادوا البير والزراعه نشرت ياكلوا منين؟ الافراد دي اللي في البيوت دي هتاكلوا منين؟ الجامع اللي طالع فاضيين وصعب يخش البيت في عندنا قانون ودستور بقول لك لو انت زارع زرعه ما تشالش غير بحكم محكمه او باذن نيابه باذن نيابه ومحكمه هنفهم ازاي هنموت فيها مش هيعمل في الزرع كده بتاع الناس وبهدله كده وهد بيه وجيب الارض تبوظه احنا بننادي الرئيس ورئيس الوزراء والقضاء حكام مصر العادلين اللي احنا وراهم احنا بنطالب بس كده ان هيبص لينا بس من ناجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول لك يا ريس حضرتك انت اول بيان قلته بعد في ثوره 30 يونيو كان ان الشعب لم يجد من يحنوا عليه وان البيبان اتقفلت في وشه ما هو ده اللي بيحصل معانا يا ريس دلوقتي مش هنسى هده البيت والارض مش هنساها هموت وهقول للريس بص لعبد الناصر عبرونا هي وزاره الله طابونا هي وزاره والله طابونا عبرونا عبرونا